أكيد شكلها كتير طيب. بدنا نقول شكرا للشيف، وأكيد هلا رح ندوق. نحن بس نخلص رح ندوق نشوف طعمة الشكلة. اكيد بدنا نقول له يسلموا ايديك على طبعا اكله الحلو اللي عم عطاها، وصفتها كمان للمشاهدين انه هي سريعه إن شاء الله وسهله، يكونوا استفادوا وان منها. شاء الله أكيد يكونوا استفادوا المشاهدين منها. ليا باجواء العيد رح نبقى، لكن هالمره عبر لمحه تاريخيه عن العيد بالماضي، ابرز معالمه مع الباحث والمؤرخ الدكتور علي القيم. كل عام وانت بخير ويسعد صباحك. وانت بخير ويسعد صباحكم جميعا، وصباح جميع من يشاهد القناه الاخباريه. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بألف خير يا رب. يمكن العيد أكيد له وقع خاص بقلوب السوريين، وخاصة يمكن بالشام. خلينا نحكي ونستذكر مع حضرتك عن أحلى الذكريات وأجمل الذكريات بالعيد. العيد كما تعلمين هو فرحة، هو بسمة، هو اجتماع، هو لقاء، هو محبة، هو تسامح، هو إخاء. كل هذه المعاني الكريمة والنبيلة والأصيلة والمتجذرة في عادات وتقاليد الشعب العربي السوري هي موجودة في كلمة عيد. والعيد عندنا الحمد لله أعياد كثيرة، وهي في التراث السوري قديمة تعود، يعني عندنا وثائق رقم مسمارية حدثتنا عن العيد وعن احتفالات العيد منذ الألف الثاني قبل الميلاد من مدينة أوغاريت، حيث يجتمعون ويذهبون إلى الأعالي، إلى الجبال الوادعة، إلى الطبيعة الرائعة، إلى الينابيع، يستقبلون عودة الإله بعد من الجحيم بعد طول انتظار، ويقومون الأفراح ويقيمون المناسبات الضخمة ويدقون الأرض بأرجلهم، وهذه بداية رقصة الدبكة. ويأخذون أيضا المواد المختلفة لاستقباله، وبخاصة يعني أكلة شبيهة بالتبولة حاليا عندنا، ويذهبون حيث يزرع الخس بالقرب من الينابيع، وتقام الأفراح وتقام المناسبات، ويتقدم الناس من بعضهم البعض، يتبادلون التحايا والتباريك بهذه المناسبة العظيمة. عيد الفطر السعيد كما هو معلوم هو بعد انتظار شهر من الصيام والعادات المختلفة التي ترافق هذا الطقس المقدس الجميل والمرتبط يعني ركن أساس من أركان الديانة الإسلامية. وطبعا قبل العيد، يعني قبل كما تعلمين قبل 15 يوم تبدأ التجهيزات لاستقبال العيد. في الماضي يعني الشيء الجميل كان فيه طقس له يعني سمة مميزة، كانت العائلة تجتمع جميعها، وحتى الجيران يقومون بصناعة حلويات العيد، ويقومون بالكرابيج والغريبة والبرازق والقراص بعجوة، وحتى يجتمعون وتذهب إلى الأفران، أفران يعني فرن الحارة ما كان فيه هذه الأفران الكهربائية أو هذه الأفران على الغاز أو غير ذلك. وعندما يعني تتم هذه التجهيزات يذهب الناس ينتظرون قدومها، ويقومون بتوزيع، يعني دائما كانت العائلات والأسرة والحارة تتشارك في هذا الموضوع. وطبعا كان لابد يعني قبل يوم العيد كمان من تجهيز الألبسة، تجهيز الألبسة كل شيء جديد، طقس ضروري، يعني ما لبس ثياب جديدة ما عيد أو حذاء جديد ما عيد. وبالتالي كان لابد من كل أسرة من أن يكون هناك ميزانية معينة لشراء ثياب العيد. واذكر يعني ان عشت طفولتي باللاذقيه حتى الثانويه العامه، كنا نقوم بوضع ثياب العيد بطريقه كثير، نخبيها حتى ما حدا يعني يلمسها، او حتى تحافظ على شكلها وعلى الكي تبعها، وحتى يعني تكون جاهزه لاستقبال هذا كل يوم اليوم. بيتفقدوها يمكن بيتفقدها طبعا
أمورها ممتازة. وأذكر أيضا يعني كانت يعني المحلات والمراجيح تجهز قبل أسبوع تقريبا، وكانت صالات السينما المزدهرة غير هذه الأيام، كانت تقوم بتجهيز حفلات خاصة تستمر حتى بعد منتصف الليل، وكان في بعض الأحيان أكثر من فيلم أو اثنين أو ثلاثة. وكانت أيضا حتى المقاهي تقوم بإعداد برامج خاصة، مسرح، منوعات، تقوم أيضا المأكولات الشعبية المختلفة من البليلة إلى الفول، نعم، إلى الفول النابت، إلى الذرة المشوية، إلى الذرة المسلوقة. كان لها طقس فعلا جميل، والناس كلها تتعاون. وبعد صلاة العيد وهي ركعتين كما هو معروف، يتبارك الناس التهاني بالعيد السعيد، ثم يذهبون إلى زيارة المقابر. وطبعا زيارة المقابر لا بد أن يرافقها إكليل الآس أو يسموها، أو الحب الآس، ويأخذونها، وبالإضافة إلى أكاليل الزهور المختلفة. ويعني تصبح المقابر كأنها حديقة رياحين أو حديقة أزهار وورود. وهذا طبعا دل على شيء، فإنما يدل على هذا التعاضد وعلى هذه الإلفة والمحبة التي كانت وما زالت موجودة بين أبناء الشعب العربي السوري. ثم بعد ذلك تبدأ يعني إفطار العيد لابد منه، وحلويات العيد، وأهم من كل هذا وذاك العيدية. العيدية بدنا نحكي عنها، هيدي شغلة يعني مفروضة يأخذونها من التباريك، من الجد أو من الجدة أو من العم أو من الأعمام أو الأخوال أو من الوالد طبعا. وطبعا تبدأ الاحتفالات، ولا بد ما أن يترافق العيد مع شيء له علاقة بالعيد، وهي وجود اللحمة أو المأكولات التي فيها اللحوم. هذا شيء طقس موجود وما زال موجود حتى وقتنا الراهن. بالمناسبة يعني طقوس الشعب السوري في كافة المحافظات متشابهة، وإن اختلفت في بعض التفاصيل. تختلف يمكن دكتور بأكلات الحلو، كل محافظة إلى أكلة حلو مشهورة فيها، أو يمكن حتى بطريقة لبس العيد، إذا كان في ناس بتحب تلبس اللبس التراثي كانت من زمان أو شيء. والله لبس التراث أنا ما بحب، يعني مو على زماني. بعرف إنه يجب أن يكون اللباس جديدا. العيد له رهجة، والرهجة تأتي من اللبس الجديد ومن المأكولات التي الناس ما بتبدأ يعني ما بتاكلها غير بالعيد. مثلا بعطيكي مثلا في اللاذقية، في أكلة الشعيبيات أو الكنافة أو الجزرية أو مربى القرع، كل هذه مرتبطة في اللاذقية. في حما لها مأكولات خاصة ومتميزة، كعك العيد عندنا، كعك العيد وبالفطاير وبال المختلفة الأشكال والأحجام، وكل عائلة كانت تحاول تبرز يعني كل امرأة يعني تبرز حلوياتها بطريقة خاصة. طبعا. عن طريق الحشوة أيضا المميزة، وعن طريق إضافة بعض المنكهات أو الزينة. وبالتالي يعني الحلويات حاليا طبعا صار في معامل في سوريا حديثة ومتطورة، لكن كان لا بد من أن تكون من صنع ربة المنزل، غير شكل بالبيت، غير شكل، وبالتالي لها نكهة خاصة. وأيضا بتحقق العمل، الإنسان لما بيقوم بصناعة شيء أو إتقان هذا الشيء فبيكون له نكهة خاصة، وبيكون حتى بيتندروا يعني أهالي الحي، نحن اليوم ذاهبين حتى نأكل من حلويات بيدوقوا من أم بعض، أم محمد أو أم أحمد أو أم فلان. وبالتالي هذا الشيء يعني وبصير بتباروا يعني النساء الحي من حلوياتها أجمل أو أطيب، أكثر مزاقا أو لها دللتها أكثر. وبالتالي يعني هذا الموضوع لا بد أيضا. العيد كما تعلمون يرتبط بالمراجيح وبالشقلبات، وب أيضا أنا البارحة كنت في جولة في الأسواق القديمة وبعض الأحياء الدمشقية،
وجدت بكل أسف، وهذه لا بد من الإشارة إليها، وبخاصة من لهم علاقة بالتربية وحتى رب الأسرة، يعني وجدت أكثر الأطفال وبسويات مختلفة يهتمون بالمسدسات وبالبواريد وبالمفرقعات. لفتني امبارح هذا المشهد انه كل الطرقات وكل الاطفال حاملين يا مسدس يا بارودة وعم يلعبوا فيهم او عم يقوصوا بعض كمان، يعني وانا هذا اللي يبدو من تاثير الازمه اللي عم نعيشها حتى يمكن وسائل الاعلام مواقع التواصل مسلسلات، وهذا شيء كثير يعني خطير، وبيؤدي في المستقبل إلى نشوء المزعة العدوانية لدى الأطفال، وهذا يجب أن نعيه، وأن يكون هناك يعني حلقات مكثفة لإعادة اللحمة ولإعادة النظر بهذه العادة التي لم تكن موجودة. أقولها لك، منذ 20 سنة أو أكثر أو أقل كانت ألعاب الأطفال هي أكثر شيء يمكن فرد ماء أكثر شيء يعني له. حالياً في مع تطور وسائل صناعة ألعاب الأطفال الخردق والأسهم وبتأذي في بعض الأحيان على العيون أو غير العيون، وبالتالي هذا الأمر يعني لفت نظري البارحة. أكيد بنتمنى الدكتور يكونوا سمعونا حتى الأهالي ينتبهوا لأولادهم ليا، يعني مثل ما قال هي ظاهرة سيئة أو سلبية بالمجتمع. يعني أنا أذكر على سبيل المثال في العيد الماضي ذهبت وحفيدي بالصف الثالث الابتدائي، الله يخليه، وأول طلب مني اشتري له مسدس. بعد ساعتين خرب، يعني كلها هي ألعاب صينية وليست جيدة، خرب. طلب مني اشتري له بارودة كمان خربها، وطلب مني اشتري له بارودة متطورة. فعندما قلت له اشتري شيء آخر فانزعج وحزن وكما يقولون احرد. وبالتالي يعني هذا الشيء يجب أن نعالجه بطريقة فيها الكثير من الحكمة والرؤية البعيدة. أكيد أكيد دكتور. خلينا لك أنا بعد ما حكينا عن مظاهر العيد بالمحافظات وأيضا كيف كان العيد من زمان وللوقت الحالي، خلينا نحكي هل في وثائق قديمة عم تحكي عن العيد عندك موجودة أو بالتاريخ؟ في وثائق كثيرة، والعيد كما قلت وموثقة، الفرحة في قلوب الناس تترك أثر، وبالتالي الكثير من المؤرخين مثل ابن جبير وابن بطوطة وابن خلكان وأيضا ابن عساكر سجلوا الكثير في مخطوطاتهم وكتاباتهم الضخمة ما شاهدوه من احتفالات للأعياد. فابن بطوطة وصف كثير هذه الأعياد بشيء من التفاصيل، وصدقيني يعني الحمد لله أنه نحن منحافظ على الإرث الجميل، فالعادات والتقاليد ما تغيرت لا لم تختلف عما ورد ذكره في هذه المخطوطات. وابن جبير عندما زار دمشق وصف لنا الحارات والأزقة والساحات العامة، بس الساحة الجامع الأموي الكبير أو ما يطلق عليها اسم ساحة المسكية، حيث كانت تقام فيها مظاهر الاحتفال بالعيد واستقبال العيد السعيد. وأيضا قام بجولة في مدينة حمص ووصف هذه الأعياد، ففيها الكثير من هيك الشوق والحنين، ونتمنى يعني هذه الاحتفالات أن تحافظ على طابعها، لأنها جزء من التراث القديم وجزء من الموروث الشعبي الذي وصلنا عبر التاريخ منذ يعني مئات السنين. والعيد كما قلت لا يمكن أن يكون عيدا إلا بوجود هذه الألفة، وزكاة العيد أيضا هناك تأكيد عليها، يجب أن يعني يتعاضد الناس مع بعضهم البعض، ويجب أن يكون هناك يعني الغني أن يشعر بمشاعر الفقير ويقدم له أو يشاركه الأفراح، وتكون هناك مناسبات مختلفة لتقديم الهدايا، لتقديم الألبسة، لتقديم المعونات المختلفة، وبالتالي هذا الأمر
يجب أن نؤكد صحيح. عليه في هذا اللقاء. صحيح دكتور، يمكن صرنا كذا سنة عم نعايد بعض على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت أو عبر التليفون، يمكن هاي المعايدات عم تختصر بهي الطريقة، قلت الزيارات، أي قلت المعايدات، حتى بطاقات المعايدة قلت. صحيح، يمكن قلت هاي الظاهرة يلي هي كتير مهمة، يمكن بين الناس قلت كتير بشكل كتير كبير، يعني قديش مزعجة وقديش غلط انه نحن يمكن نعايد بعض بواسطة رسالة او واتساب او فايبر. والله انا شخصيا انا كنت في الماضي كان يجيني الاف البطاقات المعايدة، وكل بطاقة معايدة لها عندك ياها لها طابع ولها فن ولها طريقة معبرة، وكنت ايضا في كل عيد اقوم بطباعة بطاقات جديدة، اما لوحة فنية اما لوحة تذكارية، لوحة أثرية، أو كشف أثري باعتباري أنه أنا اشتغلت فترات طويلة جدا في الآثار. فحاليا كل هذه المظاهر اختفت، وحاليا فعلا حتى التليفون، تليفون المنزل أو التليفون العادي، لا ما حد عم يستخدمه. صحيح. كله عن طريق الفيسبوك، الواتساب، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وهي صحيح فرصة أقل كلفة وأقل سريعة، يعني سريعة، وبالتالي يمكن الواحد يحط بوست واحد عيدكم سعيد ويعممه على كل أصدقائه بأقل من 5 دقائق. هذه اختصرت المسافات لكن قللت من البهجة. صحيح. والحيوية، وقللت أيضا من التواصل، يعني دائما حتى يمكن ما بقى العالم جابوا شوكولا للضيافه لانه خلص لا، وصارت غاليه كمان، صارت غاليه باسعار خياليه جدا جدا. صحيح. وبالتالي حتى وسائل المواصلات كمان يعني بكل اسف صارت بطيئه، ويعني بعدت الناس عن بعضها. نعم. لكن يبقى الامل ان تنتهي هذه الأزمة وان تعود سوريا كما كانت، فيها المحبه وفيها الإخاء والتواصل الاجتماعي والتواصل، يعني تواصل اللقاءات. عندنا المثل بيقول العين مغرفة الكلام، وبالتالي يعني المشاهدة لها حق، والبعد بيسموه جفا أو فراق. وبالتالي يعني نأمل من خلالكم ومن خلال قناتكم الكريمة أن نوجه النداء بأن كل هذا الذي حدث صحيح قرب المسافات وقرب اللقاءات، لكن هذا لا يغنينا عن التواصل وعن الزيارات وعن أكيد دكتور، يعني هذا الحدث الجميل اللي هو العيد. وكما قلنا في بداية هذا اللقاء، العيد محبة، وأنا أقولها في العيد يجب أن ننسى كل الخصامات وننسى كل المشاكل وكل ما حدث، ونقول لبعضنا كل عام وأنتم بخير. أكيد. كمان دكتور بدي أسألك على المسحراتية واللي كانوا يشتغلوا برمضان ويسهروا يفيقوا العالم على السحور، كانوا يجوا أول العالم يدقوا البيوت ويعايدوا العالم كمان، هاي الظاهرة هلأ ما عاد شفناها كتير، ما عاد سمعناها ولما عم نشوفها عم نتفاجأ عم نأهل ونسهل بالمسحراتي. فكمان ما عاد سمعت صوته للمسحراتي، وبالتالي كان يطلب العيدية وكان يجي يقول كل عام وأنتم بخير. حاليا يبدو وسائل التواصل حلت المشاكل المختلفة اللي كان لها علاقة بال، لكن هذا يعني ما بيمنع من أنه هذه العادة كانت يعني من الطقوس الجميلة التي رافقت شهر رمضان، وطبعا كانت ترافقه في الليلة الأخيرة من أيام يعني رمضان. إن شاء الله ترجع البهجة لكل الناس، وإن شاء الله يعم الخير والأمن والأمان على سوريا، والله يخليها الذاكرة أستاذ علي. نحن أكيد دائما يمكن بننبسط بوجودك بالعيد لحتى نستذكر مع بعض قدي حلو العيد وقدي حلو سوريا وقدي حلوين ناس وطيبين. إن شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بألف خير يا رب، وشكرا لوجودك. وأنا بتشكركم جدا على إتاحة هذه الفرصة،
وآمل من القلب ومن الوجدان ومن كل ما يتضمنه الإنسان من مشاعر، أن تعود أيامنا كلها أفراح وأعياد، وأن نتواصل من أجل بناء سوريا، الحضارة، التاريخ، المجد، سوريا السرمدية الخالدة. إن شاء الله يا رب الأعياد مباركة وبتنعاد على سوريا وعقبال نصر سوريا. أنا بدي أعيد عليك وعائلتك مرة جديدة، وشكرا لوجودك معنا. أنا بشكرك كثير. شكرا لكم. شكرا لك.